الحفل السنوي لجمعية بلسمات بأوتيل فور سيزنز ببيروت، الأمسية اللي جمعت عدد من الوجوه الاجتماعية والفنية والسياسية اللي عم بتحاول تدعم المجتمع المدني ليقوم بحمل كبير تجاه عدد من المحتاجين. الحفل يلي أحيي النجم نادر الأتات كان مناسبة جمعت أسماء كبيرة تألقت خلال السهرة يلي تميزت بالأجواء الحلوة. أقامت جمعية بلسمات ممثلة برئيستها أمال سليمان حفل عشاء السنوي بفندق فور سيزنز ببيروت بحضور عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية الإعلامية والفنية والسياسية. مساء الخير. هيدا العشاء السنوي اللي بتعمله جمعية بلسمات كل سنة مثل هالوقت تقريبا. جمعية بلسمات طبعا الكل بيعرف انه نحن عنا الأكاديمية منعلم كل الأحداث والمراهقين. Nous sommes sponsorisés cet événement parce que, premièrement, l'idée est très importante. Chaque année, nous sponsorisons un projet dans le monde entier. Et cette année et l'année dernière, nous avons venu à Beyrouth parce que la plupart de nos clients, de nos invités viennent d'ici. Alors, nous avons pensé de faire une activité pour parler, pour connaître nos invités ici mieux. هلا طبعا هاي ثالث سنة أو رابع سنة مع بلسمان على طول. فدائما نحن بندعم الجمعيات للاطفال وخصوصا للاطفال يعني اللي بيساعدوا الاطفال، وهيدي اكيد 100% انه لازم نحن ندعمهم. اختارت الفنانة التشكيلية ثريا عبيد الجسد والروح عنوان لمعرضها الجديد بجاليري إكزود بالأشرفية. لوحات زيتية، أكريليك موزايك ورسم على السيراميك وقطع من الفخار، هالأعمال مليئة بالمشاعر والأحاسيس الناعمة وبتحاكي الروح والمرأة والشفافية. اختارت الفنانة التشكيلية ثريا عبيد الجسد والروح بودي اند سول عنوان لمعرضها يلي افتتح مؤخرا بجاليري إكزود بالأشرفية، حيث مجموعة من الأعمال المتنوعة بالشكل والمضمون. برسم على الحيطان وعن كانفاس على طوال على تابلويات بألوان زيتية أما أكريليك، كمان بعمل موزايك بوتري سيراميك، وحاليا I'm an art therapist معالج عن طريق الفن بالأوبيتال نوتردام دو سكور بجبال، بشتغل مع الـ NGO My School Pulse.
معكم لانتباه أجندة، خليكم معنا.